اليوم كوننا كان اعتمدنا هذا الإجراء لاستعجاليته وحقيقة تأخرنا فيه بشكل كبير، وكان عمل في هذه السنة لأن المسطرة المناقشة دياله والاعتماد دياله نتوقع أنها تكون واحد المسطرة سريعة، أما المسطرة ديال المناقشة ديال المسطرة الجنائية ككل راه تأخذ الوقت مادة مادة بأحكامها. ولهذا الإسراع بتنزيل هذا الإجراء الاجتماعي مطلوب، وهذا الالتزام لا يحتمل التأخر. أعطيتكم الرقم ديال 359 ألف شخص سنويا اللي كيتوضعوا في الحراسة النظرية، واللي الآن الميزانية المتوقعة حوالي 60 مليون درهم اللي هي 6 مليار ديال السنتيم.